السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. جيناكم بفيديو جديد من سلسلة ولا إيش. جماعة الخير، بديش أطول عليكم في المقدمة لأني بحس دائما إني بطول عليكم في المقدمة، فعشان أختصر لكم الموضوع اليوم عملت ردة فعل على أغنية كأس العالم في قطر 2022 للفنان مع الرباع اللي كان أنا إلي دور كبير فيها في نجاح الأغنية، معنا السعان ملهاش 10 دقائق أو نص ساعة نازلة. على عموم شو دوري كان؟ الرقص، مش رقص اللي في بالكم يعني، بس خلينا نشوف الفيديو مع بعض. انا اشوفه اول مره يا جماعه، متحمس وايد متحمس. فالعموم اشتركوا في القناه اذا مش مشترك، فعل زر التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد، واشتركوا في قناه الفنان مع الرباع، كل التحيات الى المعرف الفنان مع الرباع، وبكون اخوي. على العموم بيطلع لي يعني، مش راح يرفع علي اكيد حقوق نشر ولا كوبي رايت، فبيطلع لي اخوي صح. اوكي، على العموم خلينا ندخل في الاغنيه لاني متحمس وايد مش قادر اصبر. جاهزين؟ يلا، دقيقتين و37 ثانيه. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. أبو عامر. قطر في العالي. أنا. لا 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 لا. قطر في العالي. لا 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 لا. قطر في العالي. لا 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 لا. قطر في العالي. يلا يا عنابي فرحوا كل احبابي. يلا يا عنابي فرحوا كل احبابي. شعب فلسطيني ساند سجلوا يا شباب. لا 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 لا. طب الان بس ليش مش مبين انا هان؟ مش عارف، بس عشان شو صار هان؟ انا كنت ماسك الضوء الازرق اللي وراني، انا كنت ماسكه. قطر بالعالي. لا 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 لا. قطر بالعالي. تونس الخضراء. ايوه يا جماعه، هان اخترعنا الرقصه، خلينا مع بعض. شوف انا بدي اشوف اول مره، ليش متحمس؟ شوف فيه. اوكي لا 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 لا. قطر بالعالي. تونس الخضراء بالمونديال. العب يا تونس وراك رجالي. تونس الخضراء بالمونديال. العب يا تونس وراك رجالي. فلسطين الحرة شجعك يا تونس. لا 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 لا. طبعا معلومهم يا جماعة، أنا سرقت كل الكالرات. أنا سرقت كل الكالرات. قطر بالعالي. لا 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 لا. قطر بالعالي. أسود الأطلس العب يا المغرب. يا مغربية حضورك يرعب. أسود الأطلس العب. أبو عامر مش طبيعي. يا مغربية حضورك يرعب. فلسطين بتدعم المغرب الغالي. لا 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 لا. قطر بالعالي. لا 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 لا. قطر بالعالي. طبعا برعاية بلو يا جماعة الخير، كل التحيات والله. يومها يعني بأجلت البلو فوقتها. كيف الرقص؟ يا السعودية همة قوية. أخضر سعودي مية عامية. يا السعودية همة قوية. أخضر سعودي مية عامية. ومن فلسطيني للسعودية. لا 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 لا. عامر. قطر العالي. لا 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 لا. قطر بالعالي. حطوا اسمي؟ اوه ليش اخر واحد؟ ليه اخر واحد؟ مو دائما كريستيانو بدخل اخر واحد الملعب. نرجع كمان مره يا جماعه. طيب ايش صار في يوم هاي يا جماعه؟ الساعة 12 بالليل كنت قاعد لوحدي. المهم طلعنا نصور، كنت لابس، شايفين البلوزي هاي؟ ارجع على لقطي لي. هي البلوزي هاي كنت لابسها وطلعنا، كان الجو بارد بارد بارد. فاعطوني لبسوني بلوزة تونس، صورنا المقطع على قطر، كنت لابس الكوفية انا وهيك. المقطع الثاني بلوزة تونس، صورنا المقطع تاع تونس ورقصنا مع بعض كنا حلوين. المقطع الثالث المغرب، وزعونا لنا بلايز المغرب. طبعا هم الشباب اللي معانا ابو عامر وعيسى اغبية، راحوا شرحوا بلايز قطر ولبسوا بلايز تونس، بس انا طلعت ذكي شو عملت؟ لبست بلوزة المغرب فوق بلوزة تونس. لا هم شرحوا بلايز تونس ولبسوا المغرب، انا لبست البلوزة فوق البلوزة. تمام اوكي، خلصنا. اجت فقرة السعودية، فقط السعودية اعطاني البلوزه، لبستها فوق ال فوق الت... صرت لابس ثلاث بلايز غير البلوزه اللي لابسها. تمام. خلصنا، لبست جاكيت وروحت.
البلايز عندي في الدار شباب، $100 للي حاب يشتري. على العموم يعني رسالي للفنان، الاغنية راح تنجح بس من وراي، بس لانه اول ظهور لي في كليب خاص فيك، راح تنجح من وراي. احضركم مرة كمان. شفتوا الحركة هاي يا جماعة؟ هاي الحركة، هاي هاي تمام وقفوا، هاي هاي شفتوا وين قاعد انا بالبداية؟ هاي 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 جماعة قاعد تقريبا ثلث لنص ساعة قاعد هان، بستنى فيهم يتجهزوا الكاميرات عشان نبلش. طلعوا وين قاعد، طلعوا وين قاعد يا جماعة، الشباك حليتي سقعة كانت. بلشوا عشان لقطة هاي، عشان قديش اقل من جزء من الثاني. قاطر بالعار بس. طب كان طولت شوية أخوري مونتاج، كان طولت شوية يعني ما فيها، يعني تحلتت من السقعة. في كمان شغلة قلت لك فيها وأنا قاعد بس ديش أحكيها هان. طبعا هنا الدخول قطر، إنه صاحب الأرض وراء أبو عامر اللي كان بالدخان، وراهم الفنان مع الربع، وأنا هي رجلي وراهم بالضوء الأزرق. قطر بالعالي لا 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 قطر بالعالي لا ليه لا ليه لا ليه قابل علي. يلا يا عنابي فرحوا كل احبابي، يلا يا عنابي فرحوا كل احبابي، شعب فلسطيني ساند سجلوا يا شبابي. لا ليه لا ليه لا ليه قطر بالعالي لا ليه لا ليه لا ليه. على هاي الرقصه يا جماعه، هاي الحين الرقصه هاي تونس الخضراء. دقيقه شوفها معي قطر بالعالي تونس الخضراء بالمونديالي. العب يا تونس وراك رجالي تونس الخضراء بالمونديالي. ابو عامر العب يا تونس وراك رجالي. طيب ليش بضحك يا جماعة الخير على أبو عامر؟ أنتوا أبو عامر تشوفوه هنبزنا لما كنا بالتصوير. فلسطين الحرة شجعك يا تونس. لا لي لا لي لا لي قطر بالعالي وسود الأطلس. العب يا المغرب يا مطلس دورك يروح. كل احترام للفنان مع الرباع وللشباب اللي كانوا قائمين على تصوير هذا الكليب، من ممثلين ومن راقصين ومن مصورين واخراج والى اخره. جميع الشكر لجميع اللي شاركوا في انتاج هذا العمل الفني الرائع. بالتوفيق للاغنيه وبالتوفيق ايضا بالنسبه للاغنيه، هي راح تنجح لاني اول ظهور لي فيها او اول ظهور لي في قناه الفنان، راح تنجح القناه كلها. هذا اولا. ثانيا بالتوفيق لمنتخباتنا العربيه في المشاركه في كاس العالم، وحاسس انه قطر راح يسوي شيء، انا راح يقدح الاكوادور، راح يتاهل مجموعه تبعته. العموم يا جماعه الخير، هاي الاغنيه موجوده على يوتيوب على قناه الفنان مع الرباع. بتمنى منكم تحطوا لايك شير سبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد، وبتروحوا تكتبوا تعليق للاغنيه وتالق تايم، راح نكتب له احنا اكثر من رائعه. وبتعلقوا اهم شيء اشتركوا في القناه تاعت الفنان طبعا، يعني بعيب يعني لانه اخوي مش راح يرفع علي، اكيد اخوي مش راح ترفع علي كوبرايت يعني. اشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد، واحكوا لي وعلقوا لي اذا حابين نرجع او شو نرجع، اكيد راح نعمل تحدي. شو بتنصحوني بالتحدي اللي عمله في التحدي الرياضي الثاني ان شاء الله؟ خلينا ندش اطول عليكم برضه، خلينا نختم الفيديو. نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبتكم الاغنيه ولا لا. احكوا لكم احكوا لي كمان كيف كان دوري بالكليب بالرقص، بس مو الرقص اللي في بالكم، احكوا لي كيف كان دوري بالرقص، هل انه دوري منيح بالكليب ولا مش لازم شاركت. شاركوا الفيديو ليوصل لكل اصحابكم. الله يشوفكم في فيديو جديد. سلام. تونس الخضراء بالمونديال. العب يا تونس وراك رجالي تونس الخضراء بالمونديالي. العب يا تونس وراك رجالي فلسطين الحرة شجعك يا تونس.